شيء مستحيل قد هجنا لا مثيل شكل قاضي يا ولد يا شكل قاضي يا ولد يا والله بصالة التميز ابداع منقطع النظير تحمل من الشيء الكثير مع الكل بتشوف غير بصالة التميز بصالة التميز قولوا فصالة التميز أسمع يا شباب فصالة التميز فيه الضيافة والكرم فيه التحدي للطعم روح التنافس تحترم فصالة التميز فصالة التميز فصالة التميز في الوعد تعالوا خلك مستعد وش ودك تحقق بعد فصالة التميز فصالة التميز ما فيه شيء مستحيل برنامج ملامثي تبغى الدليل شوف الدليل فصالة التميز فصالة التميز فصالة التميز في الوعد تعالوا خلك مستعد وش ودك تحقق بعد فصالة التميز فصالة التميز ابداع منقطع النظير تحمل من الشيء الكثير مع الكل بتشوف غير فصالة التميز فصالة التميز قولوا فصالة التميز اسمع يا شباب فصالة التميز انا ما احب الخبيث انا الخبيث كلن يرى والله ما احب الخبيث الناس بعين ايش طب الدجاج يا فضحي فضحه انت فضحتنا هذا يطلع صوتي الدجاج وينه سمبوسه ورز بس ولا تشمر والله تستاهل عليه حرام بيجي ادخل ما اقولك شيء اقلط يا رجال لا تستحي نكمل اقلط يا صديق وراك يا عيال روحوا مع اخويكم طبعا تعاونوا وما تذلوا شباب حي عينهم في السحاب على اقسام منها هذه ايش كيف ما هي في اي بي صالت ايوه كذا الشماته يلا طق خدم وين يا اللي مشخصنا هذا جدي 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 يا رجال كل اللي بشخصنها ولا اللي يلقاها يوم لا ظل الا ظله انا رجال اتكلم معكم من اخوه احبه واو اي اتوقع ان مشاري عمر يشوفنا الان مشاري وانت تحب البطاطس الله فهد فارع فهد فارع الحين قاعد يفتح فمه معك ويقفل مشاري عمر شوف مشاري الله تفضل سمبوسه سمبوسه شوف اسمع بعطيك طريقه كيف تسوي اعلان بعدين حلو انت تكلم انا اللي التمثيل عندي عاوز ايه من الطلبات يا الله سمبوسة مقرمشة من قناة الواقع من برنامج البزنس الله حتى الشباب تبع كملت ال ال يا أبوي الله شكله شحي يا ولد الفي اي بي اليوم نعمه وانا اخوك عبد الرحمن الكليبي باقي عصيرات بس والله ان العلوم اللي تحاوقنا والله انها غريبه يا ابو علولي يلا مشي علولي دل علي نغرب خلاص كل ولا انتظروا حد يجي حبني الله يا بجيب راسي
هلا. ما يمديها ما يمديها. حبيبي انتظر شوي. شو اسمها هذه؟ شو يسمونها ذي؟ تكة مسالة. شو اسمها؟ صبراو جايب لكم هاي صبراو. والله ما نصبر. شو فيك عاد عبود؟ شرع في النعمة. يواعة والله. يواعة؟ والله يواعة. والله يواعة. يوعانين. يا صبراو. عبود يا ولد يا ولد عبود يا ولد. ابو غالي ابو غالي فصخك احمد عوض ورب البيت وصخك والله هذا نفاق والله لازم قلت ما تقدر ناس ما تقدر عطني مسلمات حلو اليوم مسلمات يلا يا ابوي يلا حجل علينا ابوي خلاص ابوي وخر ابوي هات 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 دز دز هذا وش هي وش ذا الحمراء يا وش ذا كثير شوي والله ها في ملاعق هناك؟ ما ادري. اي شوي بس. شوف هاك 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 يا ولد تاخذها جله جله. الله يرحم والديك جله بس. حراق صح؟ وش الحراق؟ رحم الحراق. ملعق ابو عوض. طبعا انا زايد انا بتعشى يا زايد عشى عنك. قد حجزت انا لا فهد قبلك انا والله حجزت قبل معليش هذه عن ابو فهد اجي انا وياك عن بعد فك فك الصلاه هذه عن مسبر فك الصلاه الطيب وهذه عن هذه فكوها هي دور الناس ما يا عبد الله كل انا على ما يقولون انا بتعشى ضايع ومن صح حضر سباق الخبز هذا عن ابو نزال شو ذا هذا عن فازال ترى نشرع علينا نقول بس انا باكل عن ابو شايع ابو شايع هذا عن احنا ورانا غير تشريع شيء ما ورانا باكل عن ابو شايع باكل عن ابو شايع حلام وين اللقمه هذه الدسمه العريس عن ابو شايع العريس دب قلبك عريس الليله ما اعطاني شكل انقاذ حق الصوت وين الورقه ما اعطاني والله بحق راح خلان والله سحب علينا كله راحوا تارك بسم الله بسم الله سمو بالله يا الربع نصيحة سمو بالله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم مسلط عطني ملعقة عطوا زايد ملعقة من يبيع منكم سمبوسة 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 والله إني مقول على مشاري عمر هذه عن فيصل فيصل للسنة ما كان سمبوسة وهذه عن الفريدي لا أزلها أنا حميقة عن نفسي أول شيء بس بس اذا قلنا عن فهد من فارح تاكل السمبوسه ذا كله احنا نبغى يعني انا اعتذر ابو فارح اكل عنك انا تكلفت في هذا انا مصدق خلاص احنا اثنين صحنا فيكم يا رب الحمد لله الله خيرات اللهم لك الحمد استاهل الحمد اعرف لكم واحد من العيال امنيته يكون معنا الله يذكره بالخير امنيه يكون معنا الله يذكره بالخير ابو عيد الله يذكره بالخير لا تقول ميثا ميثا ورميثا ما ندري ما ندري ما تشوفون التميز كل ما راح يقل ربع القطه الحلوه ما اسمعها ما ادري ليش ليش ما تعشى انت عندك بط الشعاب توجي ما راح ادخل ما راح اقول ما اسمع قبط الشعاب اي طيب توجي توجي ما توصلك لازم تقطع لازم تقطع لخ وخرطوم اثنين لخ يا لا تقول شيء يا شيخ اكل وانت ساكت دم. معلوم في اي بي سيف الغرضه جت عندي في اي بي والله شرع في النعمه قبل بعدين جبتوا عليك ايش ما تعشيت عشاء شفتك والله اليوم عشاء لذيذ الله يسلمك او شوف ما هذه ما تنفي على عطنا الله عليها انا ما صوت عندي سيابك شرع عنه ما ادري لو طلع دائما اليوم انا جاري اني شرع عنه خسري والله سمعنا خير ابو تعرفون تعرفون بعدين لا طلعت تفقدون صادق ما تطيح عموده انت قلت صادق ايه؟ ما انت فاقد لك عندي ها انجشتك تبقى مثل ما هي تبسط فرشات وتسوي القهوه شاي لا يقول بياخذها من الناس طالعين ياخذون شراط ومكياسهم لك عندي الاعمده اللي موجوده هاي نشيلها كلها لانها الكراء لا سيف انا بروح باخذها تشيل العمدان ما لها سالفه انت موجود خلاص بعدين العزه ما فيها لزوم اصلا حتى وانت في القريه
مكل احمد مش الناس يخرجون من البرنامج اللي معاه شناط اللي معاه كياس سيف معاه عزبه ومدله ولا موجود عندك والله العظيم شغله في اي بي في اي بي طيب طيب حار ما ينفع لا 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 الله لا يحيي تعال شوف وراي شيء اذا شيء اكفر غدره ما خلاص تم فذا كان اول غدره بدري يا متاكد ابغى اشوف فين فين تقول الله فذا ابو سالم حتى انت فين انا مسوي داش لا انت خايف من الدلمة لا هذه من ال عندي احساس راح انساك الله الصوت احساس مو اكثر الله يعز النعمة الله يعز النعمة تحمد الله عندك محلك كبير راح جموسة قدر الله سيد طالبيني بشعري ايش تبون؟ تطلعوا من القرية قد بوجهك ولا بطلع؟ ها ابلش رد رد عليه ابلش كذا يا والله انا اشبيلي فيها ولا اشبيلي فيها بحياتك ويقول لي ما ترك سموسة بس تبارك الرحمن من طول يدي هرجيد يطويها طويل سيدي ما لا ما شاء الله عشان يعرف يقص بس كذا يسوي لك ما شاء الله حنا سيف نحب لو ما يحبك ما يسأل عليك في ما لها سنه يا ابو شحاف ما فيها شيء ها تحط المايك مويه مويه بعد المره ارد ما في شو على الناس على اخرج المحشور هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم الزينه القوافي